لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. اللي بيخلي الإنسان له حياة على الأرض تكتمل بالسماء هو ذهن الإنسان، عقل الإنسان، فكر الإنسان، إدراك الإنسان. لما تحط بيانات صحيحة تطلع معلومات صحيحة. وأما نحن فلنا فكر المسيح، but we have the mind of Christ. فكر المسيح يطلب يخلص ما قد هلك. طب أنا لو فكر مختلف عن هذا، أنا لا أملك فكر المسيح. ذهن الإنسان هو اللي بيشكل حياة الإنسان على الأرض. في ذهن مفتوح. تلميذي عمواس كانوا من تلاميذ السيد المسيح، وفي لوقا 24 آية 45 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، كان لهم ذهن مغلق. السيد المسيح عمل حاجة في الفهم بتاعهم. هذا الذهن المفتوح يجعل البيت يعيش في سلام، يفهم متطلبات الجيل الجديد، أولاد، أحفاد. هناك ذهن صاحي مركز على كل شيء. بولس الرسول في الرحلة بتاعته إلى روما واخد باله مش بس من نفسه بل كل الناس الموجودين في السفينة، 276 نفس. الذهن الصاحي في الخدمة ينجح الخدمة. الذهن المسبح، الذهن المصلي. تتكلم مع شخص يحب التسبيح، ترنيم، كل شوية يقول جزء من ترنيمة هو حتة من القداس، عايش الذهن المرنم. هناك ذهن مستنير، بيلاقي حلول لأي مشكلة بتقابله. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته. هناك ذهن مثمر، ذهن إيجابي. كل شيء سلبي بيواجهه يحوله إلى ذهن إيجابي. إسحاق نيوتن كان طالب فاشل، لكن يرجع الفضل لناظر المدرسة اللي شاف منه إنه يتميز عن الآخرين في الأخلاق. خلق من إسحاق نيوتن عالم ومفكر. الذهن المثمر هو ذهن إيجابي، شجعه صغار النفوس. في الذهن الممنطق. يعني ممنطق؟ يعني ذهن مستعد في أي وقت الأبدية. لذلك منطقوا أحقاق ذهنكم صاحين. في ذهن حكيم. هنا الذهن الذي له حكمة، سفر الرؤيا. هناك ذهن مرفوض. يقول الكتاب المقدس أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، ذهن لا يقبل أي تعديل. هناك أناس لا تقبل أي حلول. الذهن النقي، ذهن عايش في نقاء القلب، ذهن عايش في التوبة، ذهن يتمتع بالفضائل ويتمتع بالسماء. هناك ذهن باطل عقيم لا يعطي شيء. الذهن العقيم تكلمه ما يردش عليك، تكلمه ما يتأثرش بيه، مشكلة مش حاسس بيها، سايب البيت كله وعايش في ركن في البيت، سايب الدنيا كلها تتقلب. هناك ذهن متجدد، ذهن قابل للتطوير. الذهن المتجدد والذهن القابل للتطوير يعطي نجاة للبيت. هناك ذهن أعمى،
لا يرى أي جمال في أي شيء، كل اللي عايشه هو نقد. الذهن الجسدي معروف، سعر عربيات، سعر الدهم، قيمة البيت، مساحة البيت. في إنسان يسأل واحد تاني أنت بتدفع قد إيه، ويقارن نفسه بالآخرين، ويخلص من ده ويخش على التاني، يخلص ده ويخش على التالت والرابع. ذهن جسدي يقارن بينه وبين الآخرين في المقتنيات، في الماديات، في الأرضيات. هناك ذهن حائر ما بيعرفش ياخد قرار، تيجي تكلمه الصبحية قرار وآخر النهار يغير القرار بتاعه. هناك ذهن غليظ، ذهن لا يحس بالآخرين، ذهن قاسي. هناك ذهن مشوش، مش عارف الحياة في حتة، بيسمع من ده وبيسمع من ده. هناك ذهن يعيش في حياة الفرح، لي حافظ إنجيل لوقا إصحاح 15 وحافظ الأربع إصحاحات بتاعت رسالة بولس الرسول إلى فيليبي، عايش حياة الفرح. الذهن المكرس للسماء، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. الذهن المتسرع، سريع الحكم على الآخرين. الذهن الشارد اللي هو مش مركز في أي شيء. الذهن الروحي، مهم جدا أن الإنسان يحدد أنهي ذهن عايش فيه. ليس من الذكاء أن تجادل الناس، ولكن من الذكاء أن تتجنب الجدال مع الناس. ليه شركة فيراري إنتاجها قليل في صناعة العربيات؟ في 1000 عربية مطلوبة، أمشي على الإنتاج بتاع 700، علشان يعطي الإنسان شعور بالتميز عن الآخرين. هذه النخبة المميزة من الناس عمره ما يمشي بقانون الطلب والعرض، لا، الاحتفاظ الدائم بالفجوة بين العرض والطلب في صناعة عربيات فيراري. كل شركة لها سياسة، اللي بيحدد السياسة هو العقل، اللي بيحدد السياسة هو الذهن. عندما يكون ذهن الإنسان ماشي مع الوصية بتاعت ربنا، سيتمتع هذا الإنسان بالسماء